مشاهدي قناة جوج تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا أن كاين ضباب كثيف هنايا بمنطقة ولا من الشاطئ اللي بالقرب من مسجد الحسن الثاني، انتم كيف ما كتشاهدوا معنا يعني حتى البحر حتى هو يعني هايج شوية كيف ما كتشاهدوا. كتشاهدوا معنا حتى البحر حتى هو هايج هاد الصباح كيف ما كتشاهدوا، مول في البحر كيكون هاد الصخر كامل اللي في هاد البلاصة كيبان. يعني كاينه واحد الضبابة واجواء غائمه هذا الصباح، كنظن انا غادي تكون الحراره بزاف في العشيه او وسط النهار الكره، رغم هاد الاجواء هادي وهكا راه الاسر والعائلات كيجيو باش انهم يستمتعوا نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي متبعي قناة شوف تيفي في هاد البث، يعني كاين هاد الضبابة، الضباب كثيف نتوما كتشاهدوا معنا بالشاطئ اللي قريب من مسجد الحسن الثاني. نتوما كتشاهدوا معنا الأجواء، صراحة أجواء زوينة بزاف، أجواء مبردة اللي كيعجبو يخرج للبحر في هاد الأجواء، اللي ما كتعجبوش ديك الشميشه. ولكن مع هاد الضبابه اللي كاينه والاجواء الغائمه كنظن ان في وسط النهار غادي تكون شويه الحرار. كتشاهدوا العائلات والأسر تيستمتعوا بهاد الأجواء. كتشاهدوا الأجواء الغائمة اللي كاينة هاد الصباح هذا بقرب المسجد الحسن الثاني. أنا مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي في نهاية هاد البث كنشكركم على حسن المتابعة، كنشكركم جدا على حسن التفاعل ديالكم، ونتلاقاو في مباشر آخر. السلام عليكم، ونتمنى إن شاء الله هاد النهار يكون في أحسن حال.